من جديد ده كل التحيه للمهندس عادل القيعي والاستاذ ابراهيم المنيسي. اعضاء الجمعيه العموميه في النادي الاهلي قالوا كلمتهم القايمه بالكامل. انا بنضم لي في هذه الاثناء دكتور مهند مجدي. دكتور مهند، الف مليون مبروك، مش نجاح فردي، نجاح القائمه بالكامل، شهاده لجميع ابناء النادي الاهلي النهارده. قايمه الكابتن محمود الخطيب اكتسح بالكامل. الله يبارك فيك، ربنا يخليك، شكرا جزيلا جزيلا لكل الناس اللي دعمتنا، شكرا جزيلا للجمعيه العموميه اللي كانت على بقدر كبير من الوعي الحمد لله، وقدرت تختار مسارها وتختار مجلس ادارتها. ثقه كبيره جدا جدا. اليوم حافل النهارده اعداد رهيبه جدا كانت متواجده، ما تخيلناش الاعداد دي، بس الجمعيه العموميه بتثبت كل مره قد ايه حجم الوعي بتاعها، ان صوتها بيعادل 1000 صوت، ان هو ليهم الحظ ان هم يبقى ليهم صوت، لكن في ناس كتير جدا من جماهير النادي الاهلي اتمنى انها ترسم مصير النادي. فالحمد لله الجمعيه العموميه يعني على قد ما كانت مبهجه على قد ما هي مسؤوليه كبيره جدا علينا، واحنا شايفينهم النهارده جات ناس من كل المحافظات، جات ناس من اوروبا، من امريكا، من الخليج، ناس على والله يعني ذوي همم وكراسي متحركه، فكتر خيرهم والله. والمنظر اللي شفناه النهارده هيفضل في اذهاننا، والنهارده بعد اعلان النتيجه مش هقولها غير ان احنا من بكره هنفكر في ان احنا نحاول نطبق وننفذ البرنامج الانتخابي للكابتن محمود الخطيب قاله للجمعيه العموميه عشان نبقى قد الثقه اللي هم ادوها لنا. دكتور مهند، رهانين، رهان الكابتن محمود الخطيب عليكم كافراد القايمه، وايضا رهان اعضاء الجمعيه العموميه، يعني شايف الاثنين دول ازاي؟ والله يعني كابتن خطيب يعني مجرد ان تكون موجود معاه في القايمه ده يعني بيسهل عليك مشوار كبير جدا، لانه هو عنده رصيد عند الجمهور وعنده رصيد عند الجمعيه العموميه، فبيديك من الرصيد ده. والجمعيه العموميه الحمد لله ما كتبتش خبر وكانت عند الموعد يعني، والحمد لله النتيجه هي ظهرت الحمد لله. الف الف مبروك للمجلس كله، الف مبروك للجمعيه العموميه. بنشكرك يا دكتور، ومهمه كبيره ان شاء الله انتوا قدها. يا رب بدعمكم ودعم الجمعيه العموميه والجماهير ان شاء الله. تسلم، ما تحرمش منك. مهندس عادل القيعي الاستاذ ابراهيم المنيسي، ده كان لقاءنا مع الدكتور مهند مجدي عضو مجلس اداره النادي الاهلي. مبروك لكل افراد المنظومه الاهلاويه، مبروك للكابتن محمود الخطيب، مبروك لكل فرد داخل النادي الاهلي، مبروك للقائمه بالكامل. شهاده نجاح ليست لاعضاء الجمعيه العموميه، لكن هي شهاده نجاح لكل من ينتمي للنادي الاهلي. من جديد تعود الكلمه للمهندس عادل القيعي والاستاذ ابراهيم المنيسي.